وللحديث أكثر معنا من تلتمر أرام حنا، عضو لجنة القيادات العامة للقيادة العامة للمجلس العسكري السريالي. سيد حنا أهلا ومرحبا بك على شاشة اليوم. بدء، كيف يمكن فهم ما يحدث من معارك وأعمال عسكرية اليوم في شمال وشرق سوريا بين القوات المدافعة والسكان المحليين من جهة وجيش الاحتلال التركي والفصائل الإرهابية التابعة له؟ هل نحن أمام معارك استنزاف أم هي محاولات من الجانب التركي لقضم مزيد من الأراضي السورية خارج إطار تفاهمات وقف إطلاق النار؟ طبعا بداية مساء الخير لكم وللسادة المشاهدين جميعا أينما ما تدعونا. نحن نرفض أن نسميها حرب استنزاف، بل هي حرب مقاومة وشرف. حتى الآن قواتنا أبدت بطولة كبيرة في الدفاع عن مجمل المناطق التي تعرضت للهجمات المفزقة والجيش التركي، وحتى اليوم لم نرى أي تطبيق عملي لهذه الاتفاقيات التي حدثت دوليا فيما بينهم الأطراف الأمريكية والروسية، بل حتى اليوم يتجدد القصف، يتجدد الهجوم البري، ورأينا ما حدث في تل رفعت في الأيام القليلة السابقة، ولا تزال محور تل أبيض يتعرض للهجوم عنيف جدا، وتصدنه قواتنا بما تستطيع، ونستطيع أن نسلم المقاومة هناك بأنها مقاومة بالدولية وذات نوعية وكفاءة عالية جدا. طيب، بعض المصادر الإعلامية تحدثت عن انسحاب الفصائل الإرهابية التابعة للاحتلال التركي من محطة كهرباء مبروكة لصالح القوات الروسية، هل لديكم تفاصيل أو تؤكدون لنا هذه الأنباء؟ بصراحة نعم، نحن نستطيع تأكيد أنباء استلامنا لمحطة الكهرباء بموجب اتفاقات معينة حدثت بين الروس والأتراك، انسحاب الميليشيات المدعومة التركية من المحطة واستلامها من قبل قوات الشرطة العسكرية الروسية والقوات النظامية الحكومية السورية. كنت قد سألتك عن الإطار الذي تندرج تحته استمرار الهجمات التركية سيد حنا. صراحة الهجمات لا زالت تستمر في تحت بند احتلال أراضي جديدة واحتلال مناطق أوسع ضمن الأراضي السورية، وهذه مطامع تركية كانت واضحة من خلال سنين الحرب السابقة، فهم من دعموا الإرهابيين سابقا وفتحوا حدودا لهم الحدود لهم وقدموا لهم مساعدات طبية ولوجستية، وكان هذا جهارة وعلنا واضحا بالنسبة لمقاتلينا وبالنسبة لشعبنا المدني وبالنسبة حتى للمجتمع الدولي. نحن نستغرب فعلا هذا الصمت الحقيقي رغم كل هذه الاتفاقيات التي أبرمت. اليوم الكل يشاهد ما يحدث في محور تل أبيض، الكل يشاهد ماذا يحدث في مدينة سريكانية ورأس العين من تفجيرات إرهابية. حقيقة أصنوها منطقة آمنة، لكن نحن نراها منطقة دمار وموت. هذا ما سمح به الوقت، شكرا جزيلا لك من تلتمر أرام حنا، عضو لجنة القيادة العامة للمجلس العسكري السرياني.